شدد متخصصون في مكافحة التدخين على ضرورة وقف الإتجار غير المشروع بمنتجاته عبر الالتزام بتطبيق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ والتصديق على بروتوكولاتها ورفع أسعار السجائر وزيادة الضرائب المفروضة عليها. وشدد المتخصصون خلال جلسة حوارية عقدها مكتب منظمة الصحة العالمية في عمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار أوقف الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، شددوا على أهمية منع التدخين في الأماكن العامة ووقف تزايد ظاهرة انتشاره بين فئة الشباب. هذا وأشار خبراء ومسؤولون صحيون أن الحد من انتشار التدخين في الأردن يتطلب المواءمة الحازمة لقوانين مكافحة التبغ الوطنية مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها المملكة عام 2004. ما في إرادة سياسية على الأردن مش بسهولة طبقنا